FM. الكلمة ليك. مرحبا مرحبا احمد المهذبي موجود بحضنا. مرحبا يا احمد. السلام رامي. صافا؟ الحمد لله. في فورما؟ على الاخر. نورمال مون ستنست مش اول مره تكون موجود بحضنا احمد. سينو الوجه الجديد وجه البجاوي وجه. مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. صافا؟ الحمد لله. في فورما؟ صافا. باهي وجه نتعرف عليك. بون عندي وجه البجاوي من بنزرت تحديدا منزل بورقيبه 16 سنه. سينو بقى يقول لي اش تعمل في الدنيا شنو تقرا؟ بون جيتاريست شانتور. نقرا ديزيام اني سيونس. انهي الاقرب لك الساعه؟ لزوز. الزوز مع بعضهم. الزوز مع بعضهم. ولو كان نخيرك في حاجه منهم الاثنين؟ الزوز. باقي الزوز. نحيم الزوز. يا تنحو الزوز يمشي بالزوز. شكون على الاقل باش بديت باللون؟ بديت بالشون ولا بالجيتار؟ لا بالطبيعه بديت بالجيتار. بالجيتار. انا اي بدايتي يعني كنت مع فيولون ما عجبتنيش فيولون قلبت جيتار. ما عجبتكش؟ وي. او هي ما عجبتهاش. ما عجبتوش بعضكم. شكون ما عجبش شكون؟ ممكن ما كنتش انا يعني في ال انا نحبها برشا الفيولون فهمت؟ تحسها حزينه شويه هكا ولا؟ جيتار فرحانه ديما. وي تنقز زاد. وتنقز. وانت تموت على التنقيز. باهي شوي شوي. وجه البجاوي 16 سنه من بنزرت يموت على التنقيز. الفيولون ما عجبتهوش حاب الجيتار خاطرها فرحانه. واحمد جاب حدانا قبل. احمد المره اللي فاتت ما جيتش وحدك. هي المرة اللي فاتت جات معايا تايما. مع تايما نحيوها دونك لو كان تسمع فينا نحيوها. سينون اليوم جات مع وجي. علاش مش مع تايما اليوم؟ والله شنو باش نقول لك. تايما انا وياه وصلنا في ثنيه مسكره نتاع موسيقى معاش معناها ماخذين نفس الطريق في الموسيقى دونك معناها قررنا كل واحد ياخذ ثنيته معناها. طلاق بالتراضي؟ اي طلاق فني. طلاق فني. اي طلاق فني بالتراضي. وان شاء الله ربي يوفقها. وانت نهائي ولا مازال مفتوح معناها فما امكانيه ترجموا بعضكم تلعبوا موسيقى؟ كوبا وشي بوسيبل معناها من جهتك انت البيبان محلوله. لا محلوله بيبان. طيب لو كنت تسمع فينا سي احمد من جهته البيبان محلوله باش ترجعوا تلعبوا موسيقى. لا خاطر انا اكتشفتكم لسنين مع بعضكم وجيتوا بحذانا هوني. سينو عندها تقريبا عام اللي جيت بحذانا احمد. في العام هذا شنو اللي صار؟ اللي صار عملت اللي صار هي اقوى من اليمين. اي بالطبيعه. لا اليمين اقوى من اليسار. انا كوشي. انا دروات في داية. اي نحكي كيكا وكا. يا احمد شنو صار؟ اللي صار عملنا دي سبيكتاكل مع بعضنا بعد ما تعدينا في كاف اف ام. عملنا سبيكتاكل في فاكولتي تاع سيونس ايكونوميك جيستيون في سيغنابل هنا. وكان وقتها حضر في ليفينمون نزار الشعري. هو وقت معناها كلمنا باش نحضروا معاه في تونيفيزيون. بعد مشينا تونيفيزيون بعديك مشينا الموزايك. تربيه معناها سي بون. عام به تعدى و سبيكتاكل في لاكروبوليوم دو كارتاج سي بيان. هذا بيان سور انت وتايما. انا وتايما من بعد جاء طلق بطارد. بعد جاء بعد ما طلقت خويا اش عملت؟ قعدت من الاول قعدت كيك ركحت شويه موسيقى ما عادش نخدم الموسيقى ابتليت في حاجه قرايه وكذا. وبعد تعرفت على وجيه وقلنا بوكو با معناها مش حاجه مع بعضنا معناها دو جون وهو يلعب القدا جيتار ديجا تنسموكم بعد حاجه وقلنا معناها نعمل حاجه مزيانه ومعناها تسمعها العباد الكل. للي يسمعوا فينا احمد عمره 21 سنه هكا ولا تايما قداش عمرها؟ تايما عمرها 17 18 حاجه. قاعدين نحكيو من بكري على طلاق بالتراضي. ما تحسش الحكايه اكبر من عمركم شويه؟ لا الجو هذا نتاع كلاي بي بي جي مع بلتي من غاديكا مشكله مع كفوم من غاديكا. لا بالعكس حكايه سهله ياسر على خاطر كي زوز عباد ما يتفهموش في الموسيقى. من الاول مشينا بالكدا ما بعديك صارت معناها حاجات خلينا معناها كل واحد ياخذ طريق على خاطر ما تفهمناش ديما نحكيو في الموسيقى. سينو شنو باش تسمعونا على الاول؟ نسمعوكم ياسر جرادي شبيك نسيتيني. شبيك نسيتيني غنيه ياسر نحب انا واكيد باش تعجب برشا المستمعين. في توت سويت معكم انتم احمد المهذبي ووجه البجاوي في لا فيتور ستار. الكلمه ليكم انتم. في نهار خريف كل صحاب الدنيا ظلام والنسمة باردة لا عنده كلام لا عنده أحلام فارغ والعيون شاردة في نهار خريف كل صحاب الدنيا ظلام والنسمة باردة
لعنده كلام لعنده أحلام فارغ والعيون شاردة شبيك نسيتيني أنا اللي اسمك كاتب على جبيني وريحة هواك مخبية في كنيني مهما جفيتي عمري ما ننساك شبيك نسيتيني أنا الفرشيشي والعياري والهمامي جندوبي راسي الفوق يا خضرة عشق جبال الكاف والقمرة ماني نساي ماني بكاي لا عندي أم من صغري عايش وحدي ماني شكاي ما نعرف باي تعلمت نصبر كالنخل والهندي ماني نساي ماني شكاي لا عندي أم من صغري عايش وحدي ماني شكاي ما نعرف باي تعلمت نصبر كالنخل والهندي شبيك نسيتيني أنا اللي اسمك كاتب على جبيني وريحة هواك مخبية في كنيني مهما جفيتي عمري ما نساك يا كارا ما عاد من وعد من عيونك قلبي اللي حبك ما غدر ما خانك انقلع من صدري ليني شي برافو يعطيكم صحة أغنية ياسر 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 حلوة وصعيبة أغنية أغنية صحيبة مسالش من المفروض ما نقولوش هذايا في الكوليس لكن نقول أنا اقترحت الأغنية على أحمد هكا ولا صحيح وأنت وافقت أحمد وافقت تمسك الأغنية تعني لك حاجة تعني كل تونسي ظل ولا تلبية لرغبة المنشط لا لا أغنية تعني كل تونسي ومعناها تقول لي ما فماش جهويات شنو تعني لك الأغنية؟ الاغنيه ذي تعني لي للاصحاب اللي ماهمش معناها توانسه اللي من جندوبه ومن الكيف واللي سكنت معاهم معناها في الفوير اليوم توانسه عاد اليوم توانسه كلنا توانسه من غير جهويات ولكن ما يتمتعوش معناها. بنفس الحاجات اللي يتمتعوا بهم الناس في تونس العاصمه صحيح. وفي الساحل صحيح. وغيره كابافان الكلمه ليك